قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي رحمه الله: يا أبا موسى، رضاء الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه صالح نفسك فالزم، ودع الناس وما هم فيه. انت شوف مصلحتك وسيب الناس بقى، اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل، وكلنا هنقابل ربنا، وكل واحد يوم القيامة ياخد حقه. الناس ما غترضاش عليك، هذه خدها قاعدة. إذا كنت كتلبس مزيان وكتقاد مزيان باش تخرج حيت الناس يقول فيك كلمة زوينة، والله ما تفرح بها. وإذا قالوها في وجهك يقولوا أمور ظهرك، حيت الناس ما مشي متابقين معاك على كل شيء، لذلك ما تهتمش بالناس. التعامل مع البشر أشق شيء في هذه الحياة، لأنك أبدا لن تستطيع إرضاء الناس كلهم. إرضاء الناس كلهم، إرضاء الناس غير مأمور ولا مقدور، غير مأمور به ولا بمقدور عليه. أما رضا الله فمأمور ومقدور. كونك تطلب رضا الله، الله أمرك بذلك، مأمور به ومقدور وتقدر عليه. أما إرضاء الناس فلم أنت مأمور بإرضاء الناس ولا إرضاء الناس بمقدور عليه. مستحيل ترضي كل الناس. أنت لو أرضيت حماتك هتغضب أمك، ولو أرضيت مراتك هتضيع شغلك، ولو ظبطت شغلك هتضيع ولادك، ولو أرضيت ولادك هكذا. فالحل في وسط هذه الأشواك أن ترضي الله، ثم ليرضى من يرضى ويسخط من يسخط، وليكن ما يكون.